أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم تحفة الميادين بدانة الدنيا دبي، وأحد الأذرع أيضا ميدان دستور الحاضر في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي مع هذا السن، سن الحجايج، السن الأصغر والأجمل في هذا العالم الساحر. انطلاقة سليمة لشوطنا السادس وهو الشوط الخاص بالحجائج الجعدان، نتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين. نتابع صدارة هذا الشوط، نتابع المقدمة والبداية والنمر من قاد المجموعة لخليفة بن محمد بن زاهرة الخيلي، يلي مع المركز الثاني تحديات الأعضي لأحمد بن سعيد بن دري الفلاحي، ومع المركز الثالث مياس لسالم بن عبد الخميس الوهيبي، ولكن أرى التقدم في هذه اللحظات والتسلل على مستوى المركز الرابع. القدوم من الجانب الآخر الفاتن لمبارك مسري بصغير اللي حافي، ومع المركز الخامس وصل بهذا الانطلاق وهذا التحدي في هذه اللحظات مسيطر لمطر بن محمد بن دحروي العامري، يلي مع المركز السادس من الجانب الآخر. من الجانب الآخر أرى التقدم في هذه اللحظات، أرى مصدع لمحمد بن سطام بن سعيد المالكي، ومع المركز السابع الرمح لعيسى بخلفاء بن شاوي الغولي، ومع المركز الثامن في هذه اللحظات سراب لعبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي يتدخل على مستوى المركز التاسع، ومع المركز العاشر انطلاقة شغموم لناصر بن سعيد بن سهيل الراشدي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط، والمسيرة تسير مع هذا الانطلاق المتميز ولاضي على الصدارة، لاضي على مقدمة هذا الشوط أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي، شعار الجريء على المقدمة مع هذا الانطلاق المتميز، ولكن سراب قادم مع المركز الثاني بشعار دكتور الأصايل عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي يتسلل على مستوى المركز الثاني المركز الثالث. من الجانب الآخر من الزاوية الأخرى تحدياتي وانطلاقة الفاتن لمبارك بن سعيد بصغير اللي حافي، ومع المركز الرابع وصل شعار بالزيتون مع متباهي محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ومع المركز الخامس انطلاقة الدبلوماسي لسالم بن سيف بن سعيد القعنوني منياتي على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط، ولاضي على الصدارة، لاضي على مقدمة هذا الشوط، ويقضي على مقدمة هذا الشوط مع إشراقة وأشعة هذا الصباح في هذا الانطلاق على أرضية هذا الميدان بشعار أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، ولكن شعار الدكتور والأسامي القادمة والهجوم على مقدمة هذا الشوط. سراب يتسلل إلى المقدمة، ما شاء الله تبارك الله عبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي، ولكن من الجانب الآخر أدهم لعبد الله بن مبارك بن رقراقي المزروعي، والأسامي القادمة الدبلوماسي لسالم بن سيف بن سعيد القعنوني. واللحظات الأخيرة، جولة الأوامر النهائية، تحديات هذا الشوط، انطلق الجميع والتحديات مع مكرم لعلي بن محمد بن علي المري يتسلل مع المركز الرابع. اللحظات الأخيرة سراب ومكرم اللي بدأ يتسلل، انطلق بالصدارة في اللحظات الأخيرة في اللحظات المثيرة، مكرم على ناموس هذا الشوط، علي بن محمد بن علي المري، واللحظات الأخيرة التحديات مع المندب مشعار علي بن محمد اللي حافي قادم، ولكن انطلاق المري. سلام للمملكة، سلام مع هذا الانطلاق مع تحديات مكرم. تهانينا لعلي بن محمد المري، المركز الثاني المندب لعلي بن محمد الحافي، المركز الثالث بشعار بن رشيد، المركز الرابع محمد بن عتي بن زيتون المهيري، المركز الخامس تحدياتي أدهم لعبد الله بن مبارك بن رقراقي المزروعي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مكرم إلى خط النهاية.
لحظات الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام، 4:32 أربع أجزاء من الثانية، هو توقيت مكرم. تهانينا لعلي بن محمد بن علي المري على فوز مكرم بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني المندب بشعار محمد بن علي، علي بن محمد اليحافي، 4:32 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكة أيضا مع هذا الانطلاق المتميز، بينما اللي وصل مع المركز الثالث ياتي سراب، 4:33 تسع أجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي، تهانينا للجميع والناموس.